افا مو معنا هنا انت يسار هنا يا رب لك الحمد وين هو وين اتويرك اخلص علينا اي واحد هذا وين لف يمين يسار يا عيال تراني عطيت امر ان العشاء من برا روح طلبوا العشاء اللي تبغاه عينك على اقولها صرح صرح علمهم يقول اتظن انك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا ثناء لثائر انا كالقيامه ذات يوم ناتي اتينا اليكم ولكن بمناسبه رجوع حسابي ورجوع حساب اخوي عبد الله راح نقيم حفله ان شاء الله هنا بس عاد كونوا على الموعد نبي نجيب طرطه نبي نجيب طرطه بعد اذن الشيخ بنحتفل اوه معليش يا ولد تستهبل ابو الله والله العيدها تعال تعال قول شيء نبي نجيب طرطه كلمتهم فيش قلت لو تنتي شيختي ما رجع حساب عبد الله لا والله يجعلني ما فقدت لا والله اتني انت معنا الحين اكثر انسان فضلت معنا انت وحلفت اني ارجع انت اي واحد شغل الشاشه يا بابا تكفى اتظن انك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي حس عبث ان تحاول لا فناء لثائر انا كالقيامه حسين صحي شغل الشاشه يا حبيبي احبك والغنم تشهد واسال حمار جارتنا ابو شغل الشاشه الكاميرا شغاله وراك عايش يا ودي العب علي طقطق علي خلاص هاي الطاق معديد والله عشان تصير واقعيه ويجي ما ودي والله بنجي هذا الحين نهايه برنامج تو بنا الحين قدام ابو سلطان سويناها واقعيين عبد الله الشهراني احمد الرحيم سعد الشهري بهاج نواف ذا الحين مجموعاتنا المنتخب اي والله مشينا يلا مشان اصبر دقيقه بجي لا ما في دقيقه ما في يلا مشينا يلا خلاص انا امسك يلا امسك امسكه 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 كويس لا تفكون اللبس وهذا بلع واسع ابو علي زعلان وخاطره ضايق وانا اخو علي علي نذر ما تضيق عليه وانا موجود ما اللي ضايق خاطر والله ما يضيق خاطر من البث من البث شنو سعد انا ما ضايق خاطر وجه هذا قم يا طيب سعد ما تضيق وانا عندك يا سعد والله يا سلطان انك يعرض عليك كل شويه في باك ستيج ترى حسابك رجع قلت يا ولد لا هذا قال ميدي في البث قال حسابك رجع قلت فاقد الامل لان لي اسبوعين تنقبني واحد علمني وعلمك تنقبني احسبنا معي جو يا ابو سلطان براسه جا شافك وقفت على ليه ها والله اني قلت عبد الله ما قلت ترى معي جوال ترى معي مبسط اقسم بالله نسيت وكنت معك